النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد موظفينا وبنكرم أفضل موظفين في الشركة. دايما بقول ان رأس مال الشركة الحقيقي هم جميع العاملين في الشركة وجميع عملاء الشركة. علشان كده احنا في 2021 قررنا ان احنا نأسس ادارة جديدة اسمها ادارة السعادة. الادارة دي هتشوفوا من خلال 2021 مفاجآت كتير بتقدمها لجميع العاملين في ارت هاوس وجميع عملاء ارت هاوس. كل سنة وانتوا طيبين، واستنونا كل شهر في مفاجآت اكتر واعياد ميلاد اكتر. ارت هاوس، ادارة السعادة.